نو هكا تحاول تبهات وكا تضربر صدره بعد كنكرهك انت مياس بالنسبه ليا ما بغاش تشوف وجهك مره اخرى. بدا كيشميس بكلمات نابيه كيجرنها وراه وهي كتلوى بين يديه وكتبكي. رفعها بسرعه دارها على كتفه ونزل كيجري خرج من الدار دارها قدام باب اللوطو دخلها عقد حاجبه وهو كيتكلم جديه. طلعي حسبنا في الدار رفعت عينها بخيبات امل كتحقق من واقعيه الموقف او انه مجرد حلم. ابتسمت بسخريه انت فعلا هو الامبراطور ما كتلهمش غير كتلهم. واش هذا وجه اخر من الوجوه ديال الاسد؟ واش مازال شي قناع اخر ما عرفاش؟ ضرب السياره غوت فوجها من بعد ما استنفد الصبر ديالو. طلعي يا نوها طلعي غادي نطلع وغنهرس لها وجهه وما غادي يكفينيش هذا الشيء حتى انت غادي تشبع من الغضب ديالي. ما جاوباتوش وضحات لها الرؤيه. طلعت السياره بسكون ما تكلمات محاورات وكتفرك يديها ونزل راسها طول الطريق. فكرات شي نهار انها غادي تبعد بهذه الطريقه ولكن صافي غادي تتخلى على كل ضعفات تجاهه وتجاه اي حاجه اخرى. غادي تبني شخصيه مستقله بعد كل معاناتها في دار اسد. خدات قرارها بانها غتبعد عمر ما غتراجع عليه. وقفت سياره قدام الدار حلت الباب بسرعه مشات كتجري باغا تخرج شداتها يديه وجرى الكرسي مره اخرى قرب من وجهها وباقي داك الغضب ديالو باين على وجهه. كيفاش خرجتي من الدار؟ شكون اللي وصلك لهنا؟ بغيت نجاوب وحالا نوها. رفعت وجهها كتقابل نظرات وبنظرات ساخره. ارجع عند حبيبتك وسيطر عليها اما انا ما عندك دخل بيا. كيحسبنا ان داك الغضب اللي كان في وجهه غضب ولكن دابا ولا الجحيم بعيني. قرب اكثر الوجه مركز في عينيا كنظن انك ما سمعتيش مزيان. شنو قلتي؟ غوت في الجمله ديالو الاخيره حتى خمضات عينها تخلعات منه. دار يديها على قلبها ما قدرش انها تجاوبه. شد في يديها اللي حاطه على قوها كيضغط عليها. كان صوته فيه واحد نوع ديال الحذر قاتل. ملي نسولك جاوبيني واش انا باغي نعاديك؟ بقي شكون اللي جابك؟ خرجت الكلمات ديالها بشويه بفعل التوتر. قرب كثر دار جبينه على جبينه وعيني مازال ملاحقينها. الطاكسي اللي جابني دود بها نازلين. بدا كيحاول انه يهدنها من جديد. ما تبكيش سمحي لي كنعتذر. خرج صوتها باكي وهي كتألم. بغا نخرج من هنا بغا نخرج من الهطهيت. بالفعل خرجات بعدات كتجري للدار. وصلت للغرفه ديالها وهي كتلهد دخلات وبدات كتبكي. شدت التليفون ديالها ضرباتو مع الحيط حتى تهرس وقفات قدام المرايا. خدات داكشي اللي بقى من التليفون وكتضرب في المرايا هرستها كامله ولات كلها فريتيزات صغار. دارت يديها على ودنها كتغوت. تي غبيه حمقى غبيه كتسيقي كلامو كتسيقي الكلام ديالو المعسول. عمرو ما غيتغير عمرو ما غيتغير وما كيبغيكش. دخلات غادي جا للغرفه من بعد ما سمعت ديك الغوات ديالها لقاتها فواحد الحاله يرث لها. تلفتات نهار الخالته مشات كتجري الحضن ديالها وهي كتبكي. مالك بنيتي شنو اللي واقع؟ مالك ما تخلعينيش عليك. بدات كتشوف فيها وعدتيني بلا غنكمل قرايتي في الخارج. انا باغي نكملها دابا عفاك نقضيني يا خالتي باغي نمشي من هنا. ما حستش الا باليد ديالو كتجرى من الحضن ديال خالتها موقفه قدامه. واش حماقيتي انا ولا شنو؟ واش حماقيتي؟ عمرك ما غتمشي لبرا على الجثه ديالي. دخلت خديجه باغا تبعد نوها باغا تعرف شنو واقع. صافي صافي يا ولدي بعدا انا اللي غنتصرف. رفعت يدها وهي كتحضر بكل جديه نوها غتكمل قرايتها في الخارج وتسهل الموضوع. صافي انت عمرك ما غتغير خلي البنت في حالها. دازت ايام وايام هي في حالها تخمر ما كتحركش ما كتخرجش من البيت. وحتى هو ما جاش عندها يبرر لها شي حاجه وهي اصلا ما بغاش تسمع لتبريراتو. سمعت شي حد كيدق عرفت خديجه دخلات وجلست حداها وجدت لك كل شيء. فهاد الاسبوعين ان شاء الله غتسافري غادي تعرفي على كل شيء قدام مخرج ديال المطار. تخافيش تسمعت رغم الحزن ديالها نقات خالتها وهي كتبكي بحرقه على قلبها الخائن ولا كيتذكر ملامح حبيبها وهمزات وديك المشاعر الغريبه اللي ولدها فيها هو. هو فقط هو اللي علمها كل شيء. كتبعد على المطار كتحاول تكتشف المرحله اللي كتخوضها. كتقدم خطوات متردده ما عارفه شنو كدير. صدمات بحال شخص كيتحرك حداها بحال الظل ديالها رفعت راسها فيه. والخوف من المواقف ديال التحرش اللي كيفزعوها. شكون انت؟ شنو بغيتي؟ تتمشى بك هو كيمد لها يدو. انا احمد. ما مداتش لي يديها وبدا كيهضر. شفت ديك داك الخوف في عينيك؟ واش هادي هي الرحله ديالك الاولى؟ يمكن لي اني نوصلك فين بغيتي. ما جاوباتوش تما غادا كتسرع في الخطوات ديالها باغي تبعد عليه. كتقلب على الشخص اللي كيتسناها ما لقات حتى استجابه منها. خدا ديك واحد الكارت فيزيت ولحالها في الصاك ديال يدها وبعد هو كيدير لها بابا يبيدو.
بعدات عليه كتستوعب التطورات اللي وقعت في حياتها، جو من غير جو ديال البلاد، بلد غريب تماما عليها. الأول مرة كتحس بالاستقلال والحرية، كتبتسم بالرغم من الحزن اللي باين في عينها. قربات ما حد راجل كيهز لافتة بسميتها، بدات كتحرك له راسها بين انه هو السائق الجديد. ما كانش كتظن انها تلقى السائقيه، كتعرف بلا كاين شي واحد كيجي لخالته في المدينه، ولكن هادشي ما كانش كيهمها بزاف. طلعت للوطو، دارت راسها على الساج، كتطلع في الشوارع الغريبه والرهبه من داكشي اللي جاي، كتخنقها. طاحت واحد الدمعه صغيره مسحتها بصورها، كتخفي داريك اشتياقها للماضي او للشخص اللي كان هو المحور ديال الماضي ديالها. غادي تتعرف على نفسها في هاد البلاد، وغادي تفرد جناحها واش تطير عاليا بدون قيود. وصلت لواحد البنايه راقيه، طلعت في الاسانسور، تبعها السائق بالحقائب ديالها. وقفات قدام الشقه اللي اشار لها السائق، فتحت الباب، حطات سوارت حطها في يدنوها ونصارب بهدوء. من بعد ما حط لها الحقائب في المدخل ديال الباب الشقه، دخلات سدات الباب، صدمات شقه راقيه وكبيره، بدات كتشوف فيها وكتهضر مع نفسها. خالتي كيفاش استأجرت لي الشقة كاملة ليا بوحدي في هاد البلاد الغريب؟ علاش ما وصلتش هداك القريب ديالها باش نسكن معاه؟ مفهمتش. حطت الحقيبة ديالها فوق الطبلة، حيدت سباطالون اللي كانت لابسة، كتقدم حافية، كتستكشف الشقة جديدة. فجأة الاستقلال سريع، خدت الخطوة الأولى الثانية، بس تنشق العطر مألوف عندها. دارت يديها على جبينها وهي كضحك على راسها. وليتي كتخيلي، مازال ما بعتيش غير بساهات شقيتي ليه، وليتي كتشمي ريحتو. كملت الطريقه، دخلت لصاله كبيره بديكورها الراقي المرتب، كدور عينيها كتستمتع بهاد الشقه الزوينه، ويطيح البصر ديالها على الكرسي الضخم. توسع عينيها وحلات فمها، كان جالس دير رجل فوق رجل، يدو من يحل الكرسي بكل اريحيه، سيجاره في يدو. من امتى ولا كيدخن؟ هل هاديك الحاله ديالو، الغموض ديال ملامحو، ما بقات بحتى حرف، بقات بلاصه كتشوف فيه والصدمه مسيطه عليها. ما هزاش بصره في اتجاهه، بقى كيشوف في رجليها. تجا الصوت ديالو قوي ببرود، قربي يا انسه، نوها ما غاديش نعطك. ما تحركاش، خرج الصوت متقطع. كيفاش جيتي؟ هز حاجبه ونهض ببطء، دار السيجاره في البلاصه ديالها وتقدم منها، وقف قريب ليها. وجهها بالاصبع ديالو كيشوف في عينيها مباشره. تفاجئتي؟ حسيت بطرها كتلقى بعينيه الصقر بلا طريقه. انت اللي خططت لهادشي كله؟ دا مرة الاسبع ديالو على البشره ديالو همس لها حتى الاذن ديالها. توحشتك برغم كلشي. بعدات ايدو بسرعه وبعدات عليه، انت ما غاديش تخليني نعيش بحياتي بوحدي ياك؟ قرب عندها هو كيتكلم بقسوه، من امتى وليتي باغا تعيشي بوحدك؟ درت يدي على يدو باش بهد، وخرج صوتها كيترجع. عفاك أسد، خلي لي خيار واحد فقط، بعد خليني نتنفس، بعد خليني نقوي شخصيتي الضعيفة قدام الناس. ضغط بيدو على خصر ديالها بقسوة، وكيتكلم بجدية. كيفاش ممكن أنك تكوني ضعيفة وأنا موجود؟ إلا قلل من شأن ديالك أي مخلوق غادي نخليه يفقد حياته. شنو علاقتك انتي بالناس؟ باش ضعفي حداهم؟ لا، معايا ضعفي كيما بغيتي، ولكن تحد ما غيمسك بسوء مهما كان. يجربوا يقربوا لك ولا يادي، وغادي يلقاوني انا قدامهم. حاولت تبعد عليه، هادشي اللي باغا نبعد عليك باش نقوي نفسي. سيطرتك على حياتي وعلى اللي كيقربوا ليا قلقاتني. عافاك بعد، حتى ما غاديش تغير، حتى انا ما غاديش نحاول. بعد عليك شحال من اسبوع، عندي انا سنين بقيتش كنعرف الليل من النهار بسبب تفكيري فيك. طرت بزاف الموظفين على قبل غلط بسيط، وليني سبب اعصابي وسبب توتري هو انت. كنت بعيده عليا، كنت كنجي بالليل وكنوقف حدا بيتك، كنشوفك وانتي نعاسة، كنسمع انفاسك من ورا الباب، واخا ما كنسمع والو كنتخايل، كنبقى ندوز يدي على الباب بحال انتي واقفه تما. كنحاول نلهي راسي، طيفك كيبالي وانا عارفه راسي كنحلم. شنو باغا مازال؟ ياك ما بقيت ضغط عليك، ما بقيت حكمت فيك، وجيتي لهنا هادشي ما كفاكش؟ واش بغيتي تشوفيني جود تاعت هنا حيت انوها هكر؟ انتي كتقتليني، انا ما بغيتش الحب ديالك، ما بغيتش اهتمامك. يكفيني نشوفك كل نهار ونصبح عليك ونعرف كاش كليتي وشنو لبستي وشنو درتي ونشم ريحتك، كافيني هادشي. واش كنطلب بزاف؟ حيت كنشوف فيه في خاطر الحب كامل مخبيه في قلبك. اشنو المطلوب مني دابا؟ اسد طلق دراهي، دار يدو في جيابو. هاد الشقه غتعيشي فيها معايا؟ صدمني. اشنو؟ كيف سمعتي؟ هذه الغرفه ديالي وفي الجهه الاخرى.
ما جاوبتوش. مشيت حداه ودخلت لديك الغرفة، وقفت حدا المراية، شفت راسي مزيان وابتسمت. إذا كان يبغيني ما نقدرش ننكر، فرحت فاش شفته. إحساس غريب تحرك في الداخل ديالي. دوشت لبست وخرجت من بيتي، واكتشفت الدار كانت زبينة بأسد راقي. عرفت بلي الأسد خرج حيت ما كاينش حسو. بقيت غادبة ليا صالون كبير، صالون آخر فيه تلفازة، والبيت فيه جوج غرف ديالي وديال الأسد. كنت فكر الأسد كيطرني قلبي، واش بصح خلى خدمته وجا لعندي، خلى أعماله كاملة وجاي عندي، وقيل غير قابل خدمته من هنا. كل شي ممكن، يمكن عنده أعمال حتى هنا. كانت كدوش كتحيد على التعب، ولا هي ديال السفر حتى كتسمع شي حاجة، شي صوت، شي حاجة تكسرات. ما فكرهاش، خرجت كتجري. من بعد ما نشفت شعر ومسات بيجامة بسرعة، توجهت لمكان الصوت، وقفت متصلبة قدام الطاولة المدمرة كليا، يدو كتنزف بالدم بغزارة. حس في يدو واحد شي بطاقة عقد حواجبه ومتأهب للمعركة من الجحيم. مرفعش راسه، تخرج صوته من هادي. ما جاوباتوش، كانت كتشوف في يدو مباشرة. مشات كتجري باغا تعالجها، ولكن ملامحو خلاتها كتفكر انها تهرب بلها طريقة. وجاوباتو بحمس، ما فهمتكش. شد ديك الكارد فيزيت حتى قدام عينيها. احمد منصف ديال من على الرقم للنهايه، هو كيضغط على البطاقه وكيتقدم بحال داك الفهد جهته. ما عملت شي حاجه، وقف حتى داك المصارح دا هو هز لها الدق ديالها بقوه. شكون هاد الجريء هذا اللي عطاك هاد الرقم؟ عمرو هنا بالدموع والخوف سيطر عليها. ما عرفتش، كنقسم لك والله ما عرفت. ما ديتو كيضغط على المعصم ديالها بقوه وكيقربها منه. نطقينها ديال من هذا الرقم، حتى الا ما نطقتيش غادي نقلب عليه وغادي نحول حياته للجحيم. خمضات عينيها دايره يدها على صدرو اللي كيهتز فيه داك التنفس ديالو القوي. والله ما عرفتو، داز من حدايا وما جاوبتوش. بعدا دار يمكن الرقم عندي في الساك، ما لاحظتوش كنقسم ليك. شد يديها اللي دايره على صدرو كيضغط عليها كيغوت في وجهها. امتى وقع هادشي؟ جاوبيني امتى. كتشوف في يدو اللي مجروحه والدم مغطيها وتلوثات، حتى ديك البيجامة ديالها اللي كانت لابسها هزات الهدر ديالها لي. أسد الدم راه كتنزف عفاك، خليني نعاونك. ما حمر مش نهائيا، باقي كيضغط على يديها وكيهضر بين سنانو. تغيريش الموضوع عنوها، اقسم بالله غادي نقلب عليه فين ما كان، وغادي نخليه يندم حيت غي شافك. ما فكرت في حاجة، تلحت في الحضن ديالو كتهمس لي وهي كتشاق وكتبكي. عفاك، انا ما كنعرفوش ما وقع والو بيناتنا، غي صافي غي ما عرفتش كيفاش داز من حدايا، ولقيت ديك الساعه سائق وجيت لهنا. ما وقع والو عفاك اسد، ما بغيتش المشاكل. انا ما حققتش معاك في موضوع ميز، ما قلت لك والو، بغيت غير نبعد ونعتمد على نفسي، بغيت حياه خاصه بيا. عفاك اسد، وقف هادشي كامل وطلق سراحي. ما حسيتش به الا هو كيضمها. يعني ما قربش منك، ما هضرتيش معاه؟ خلي الصوصه بين شهقاتك، كنقسم لك ما هضرت معاه، ما هضر معايا والله ما شفتيه بالاساس. بعدات عليا وهي كتمسح عينيها والطاح ديال الكف ديالها بحال شي بنيته صغيره. بقى كيتامل في وجهها وقرب منها، هو كيشوف فيها. علاش كديري هادشي؟ ما هزاتش عينيها، غمضات عينيها بقسوه ومازال خايفه وكترجف. اسد عافاك، بارك حبس. كان كيشوف فيها بحب، كل حب وتملك. كيتسنى غير النهار اللي تولي مراتو على سنة الله ورسوله. ديك الساعة ما يخليهاش يعيش ولا يوم واحد بعيد عليه، يخفي على العالم وعلى الناس في قلبه وفي داره، ويمتص هذاك الغضب ديالو بالحنان ديالها. هي نوها ديك الصغيرة ديالو اللي عدباتو لسنين طويلة، ومسيلاك غيكون هو الجنة ديال الأرض بالنسبة ليه. كانت كتنظف ليه في داك الجرح هذا، هو كيرمقها بنظرات كلها حب وحنان. ما تكلمهاش، فقط كتمض داك الجرح وكتمسح الدم على يده بكل حب. هي كترجف حتى سمعتو كيقول لها شكرا حبيبه. سمعت ديك الكلمه اللي ولا عندها طعم خاص بالنسبه ليها. شافت في يده وهي كتشوفها، رفعاتها قبلات باطن يده بخوف ورقه، وهمسات لي بقى ديما بخير على قبلي. عمري ما شفت صدمه في عيني بحال هاد المره هادي، بريق سعاده في عيني والنظره ديالو اللي شملاتها كلها وهي مغمضه عينيها ويديها في يده. واش قلت لك اني كنعشقك ولا مازال؟ شافته من جديد وعينيها كلهم ألم. علاش كانت ما يسمعك داك النهار في الدار؟ انا وعدتك وما غاديش نخلف بها بالوحدي ديالي. انا ما غاديش نكمل ندير حرب كامله على قبلك، في الاخر نفقد الثقه ديالي بك. طلعت هكا فوق الكنابي اللي كان قريب عليها، وصلتني رساله داك النهار من الرقم كنظنو ديال ميز. قضيه بلا معاها وبلا الا بغيت نتاكد نجي، وانت اللي طلبتي منها انك انا هاجي لعندك، وانك نادم حيت فسخت الخطوبه. ابتسمت ابتسامة صغيرة ما لاحظتهاش حتى سمعت صوته.
مش كتغيري؟ سات راسها باش تواجه وحسات بالغضب. ماشي غيرة، هذيك راه كانت خيانة. شد خصلة من خزل عطشارة، كيفاش غادي ندخل الملك ديالي؟ كيفاش غادي نقرب لمرة أخرى نجي كاينة قدامي؟ كيفاش غنحس بالنبل ديال المشاعر اللي استشعرتها فقط ملي كتكوني قريبة ليا نتيا؟ خليك نتي ومشي لوحدة أخرى. بدات كتشوف فيه، ولكن ممكن تجاوبني على السؤال ديالي بعد المحاضرة ديالك؟ شنو اللي وقع؟ ضرب جبينة بإبهام ديالو بشوية، وقع والو. أنا كنت عارف من النوايا ديالها، صافي نسدو الموضوع. واش ما كافيكش أني ما كنحس بتا شي مرة أخرى حدايا من غيرك انتي؟ كنحس بها، ما كنستشعرهاش بالمعنى الحرفي. بغات نوض لأنها ما حصلش على الإجابة اللي كانت باغا، ولكن يدو رجعتها جلسات. بقي بلاصتك ولا غنربطك. دارت راسها على صدرو، كتستشعر نبضات قلبو وسريها، ابتسمات لأنها قدرت تحصل على رجل قوة أسد وسامة أسد، ولكن السيطرة ديالو كتقيدها. أسد، خليني نبعد. كيشوف فيها كيفاش تبعدي؟ ما فهمتش. بغيت غير نكتشف نفسي ونتمتع بالخصوصية والحرية. بغيت أسد شحال من حاجة تخليني نحس بإنسانيتي ولقى نقاط قوتي ولا نقاط ضعفي. شاف فيها، كيشوف فيها مازال، كيشوف هاد الصغيرة اللي كبرات بسرعة، ديك الهمسات ديالها وكلماتها، عارف الغاية ديالها وكيستمتع بدلالها عليه. جاوبها بكل بساطة، واش كتظني بالله بهاد الكلمات ديالك بحراسك حركاتك غادي تبعدي عليا؟ بعدات يديها، بقات بكل جدية على اين كلمات وحركات كتهضر. أسد، أنا ما غنبعد باش نقوي نفسي ونستقل ولو شوية. طفضات من بعد ما قفز وقف، حتى ما كانت قريبة ليه حتى بديك القفزة اللي قفزة طاحت من على الكنابي. بدا كيغوت، واش ما كتمليش؟ شنو واش ما فهمتكش؟ واش ما عييتيش من هاد الاستفزاز هذا ديالك؟ بقات بحال كتحدى وهي ما عارفاش من جات هذيك القوة. أنا باغا نعيش شوية هاد الحرية، واش كتغتمنعني عليها؟ بدا كيغوت وهو كيشي بيدو، بيت كانوها بيتك صبر ديالي بدا كينفد. بعدات والنار كتشعل فيها وبدات كتغوت حتى هي على ماشي درية صغيرة. مشات كتجري للغرفة ديالها بالجرة وسدات الباب بسرعة. مازال ما تخلصاتش من الغضب ديالها إلا وهي كتهز التليفون كتقلب على رقم مرام، بنت قريب خالتها اللي مفروض انها تعيش معهم طيلة هاد السنوات الدراسة. جلست قدام مرايا كتشوف الباس ديالها الفاضح ومكياجها الصارخ. هي كتردد، غادي تندم، غادي تندم لأنك تفرض سيطرتك عليا. أنا مبقيتش درية صغيرة، غادي نخرج هاد الليلة مع مرام، غادي ندوزو وقت زوين، غادي نفوجو، غادي نخرجو، غادي توريني المدينة كلها، غادي نخرج من هاد السجن ديالك أسد. صونا التليفون ديالها خبرها بوصول مرام. مشات كتجري الباب حلاته وتخرج قبل ما يجي أسد. قلب عليها في كل بلاصة، كيدور في الشوارع، كيقلب عليها، كيفكر أنه ممكن يرتكب جريمة إلا وقعت لها شي حاجة. اتصل بشحال واحد من المعارف ديالو باش يقلبو على عمله، ولكن ملي وصل للرقم ديال القريب ديال ماما عرف بين الانسة المصونة مع بنتهم وهما اصلا ما عارفينش فين كاين. فاز فداك الدخان اللي فمو، فجاه سمع الباب كيتحل، دخلات وتسد الباب. تلفت كيشوف فيها، ولكن داكشي اللي شافو خلى لسانو كيتلجم. واقفه لابسه واحد الجيبه سوداء قصيره وحط طبق صغير، ما قادراش حتى توقف على رجليها باعتدال. كتشوف في الارض وما قادراش تهز راسها جهته، ولكن غواتو فيق خلاها كتنفض. هزي راسك، علاش دابا خايفه؟ هزي راسك. سات راسها كتشوف داك الشكل ديال المهمل شعرو اللي مشعد وديك الهاله ديال الغضب اللي محيطه به، كيدخل مره اخرى وكينفت. خرج صوتها وهي كتوصل لي، كنت كاعيه منك بزاف، سمحني يا عفاك. بقى واقف قدامها بديك الضخامه ديالو كيشوف شكلها ولباسها وبين على وجهه جميع علامات الهمجيه. شحال من راجل شاف فيك، شحال من راجل تشعل الجسد ديالك هكا. استمتعتي انت كتمايلي بهاد الحاله هادي؟ عجبتك القدرات ديالك الانثويه؟ في لحظه كان كيهرس كل شيء لكراسها وهي كتخلع وكتقفز وكتحشر في الحيط. وفي لحظه كان قريب منها جره واحده داك الطوب اللي لابسه حتى تشرك فوق لحمها. بدات كتغوت به السريه، حسيت شنو هاد الشيء كدير؟ تاوسي الحدود كلها. ما كملات حتى جره من شعرها، قرب عليها كتشوف فيه عيني حمارين بحال جغم الدم عاقد حواجبو كيهضر بين سنانو. واش كيحسب لك كنتي لابسه شي حاجه اصلا الانسه المحترمه؟ واش هادي هي الحريه اللي كتقلبي عليها اللي باغاني نعطيها لك؟ واش كيحسب لك راسك؟ واش حمقه ولا شنو؟ باغاني نتم غادي كل ليله تابعك كنجيبك مزنقه بهذا الشكل هذا؟ شنو باغي تعيش حياه الفسق انوها؟ ما جاوباتوش، بقات كتشوف فيه وعينيها كيسيلو بالدموع، دموع الخجل والخوف والصدمه والانكسار. فعلا الماسه كلمات، ولكن هذه ماشي حياه المتحرره اللي باغاها.
بغى تحرر منه هو بالخصوص وتعيش على مبادئ اللي زرعها فيها، وغادي تعيش بأخلاق اللي رباه هو عليها. ولكن كلماته لجمات لسانها سكتات، كي كتئن بالخوف من ديك الشده اللي جرى من شعرها، حتى تكلم بعصبيه من بعد ما تلقاها. هذه ثاني مره نوها، ثاني مره كديريها، قسمت على ما بالله ما غاديش نقرب لك مره اخرى حيت انتي طرف من قلبي. على من كنضحك، انتي ماشي طرف من قلبي، انتي قلبي كله. علاش كتعذبيني يا نوها؟ واش وجودي في حياتك كيضرك بشي حاجه؟ واش علاش كتصر على انك تستفزي مشاعري باش تعيشي حياه الحريه كما باغا؟ لمست بألم ويا عينا مغمضين، جرحاتني هضرت كأسد، شاف عينا لي مغمضهم. علاش كديري هكا؟ شنو في نظرك كديري نتيا؟ حلات عينها كتشوف عيني مباشرة، خلا هذاك المنظر التعب اللي كان على وجهه، منظر الألم اللي أول مرة كيتجسد على ملامحه. كتشوف فيه وجهها كيتربصا في كل إنش فيها، بحال غد استنسفات كاع ديك الطاقة ديالو. وجاوبها بخوف، إمتى جرحتك؟ ما جاوبهاش، بعد يدو كيطفي السيجارة ديالو ورجع بعيد أكثر. كأن كيناش معاه في نفس الغرفة، لقات بلاصة تلقات الإجابة بصمت ديالو وابتعاده. فعلا ما فكرتش في كلماتها وهي كطلب منه أنها تبعد، بحلا هكا كيبين لها بلا خسار قرب منها. كتشوف فيه وسيم، ما كيحتاجش الإشارة باش يستدرج النساء، لا لا، هي أضرب عدد النساء اللي متلهفين نظرة منه. شحال طرا بات مني كانت خايفه انه غيبعد عليها وغيولي مع مرة اخرى. اسد ماشي كاي رجل، اسد هو الامبراطور بالنسبه ليها. ما كتعتقدش انها شافته شي نهار ضعيف ولا كيتحنى لشي واحد. طيل سنين عمرها ما هم شافت راجل كيزداد رجولا نهار على نهار. تقدمات ببطء، وقفت وراها مباشره، هنقاتو هكا. سمحني عافاك، انا غبيه، انا مفشو ورهيفه بزاف، راك عارفني حساسه ولكن ماشي قويه. انا مازال ما عارفه شنو هو العالم الخارجي، انا عمري ما خدت مصايب الحياه. انا كندلل عليك حيت انت العالم ديالي الوحيد، وبغيت نستكشف شي عالم اخر من غيره، اسمح لي. تلفتات بشويه، شد وجهها بين يديه وكيشوف في عينيها بكل حب ومثل عبرقه، وكان الامان ديال العالم كله مجموع بين كفوفه. مش عارفه اني ما كسرتش كلمتي طول حياتي، حركه راسها بالنفي تكلم هو كيتنهد معاك. كسرت كلمات وماشي كلمة واحدة، مش عارفة الصراع الداخلي اللي كنت عايش فيه قبل ما العصار فيك بالحب ديالي، مش عارفة الصراع اللي كان كيقتلني ملي كنتي كطلبي مني انك تبعدي. في كل ليلة كنحيها بعيد كنموت الف المرات، ملي حاولتي الانتحار ورجعت النفس ديالي ديك الساعة مبقيتش قادر، ودابا مقادرش كتر. كيما كنتي كتعرفي العمق ديال مشاعري، الا حسيتي بولو بالقليل من هذاك التملك اللي كنحس به تجاهك كنموت مجرد انك كتنفسي بعيد عليا. انا مهووس بك، مجنون، عاشق، ما عارفش كل اللي عارفه اني نفديك بعمري باش ترتاحي، وبين ان راحتك بعيد عليا. ياك الصغيرة ديالي، ما جاوباتوش. كل كلمه من كلماته كانت كتقطع قلبه بحال السكين، ألم كبير. شل حركتها، كتشوف حبيبها الوسيم كيف دا بالحب ديالو المهول ليها، ما خافتش منه، بغاتو يتملكها فعلا وما غاديش تمانع. تخلصت من افكارها كلها، بغاش تبعد، لا بغاش تبعد. كل هادشي كتكرر في الداخل ديال نفسها، ولكن صمصة وسكونة عطى الاسد جواب اللي بغاه. تأملها، سيري لبيتك. ما عطاش فرصة تجاوبو، تسمرات بلاصة كتشوف فيه، ولكن اللي فاجأها هو التأمل ديالو الطويل ليها. من بعدها السوار ديال الوضوء خرج من الشقة، تلفتات الباب اللي تسد بقوة، تنفضات مع شاقات شاقة صغيرة، تقدمات لبيتها. كان غادي كيسوق اللوطو ديالو بجنون، وكيضرب على راسو وكيضرب على قلبو كيلهن. خرجي أنوها، خرجي من هنا، خرجي، مقدرش أنوها نخرجك، مقدرش، غادي نموت بعيد عليك. علاش؟ علاش هاد اللعنة هادي؟ علاش كنكرهك؟ على هادشي اللي كديري بيا، رحمني يا ربي. كتشوف هي في سقف الغرفة، كتشوف كتسنى امتى يدخل باش تطلب منه انه يسمح لها بكل الطرق. غادي تحاول كل ما في جهدها باش يسامحها، ما غاديش تبعد عليه حتى هي كتبغيه، خاصها تبقى حداه وتستشعر الحنان ديالو، هو عائلتها بأسرها، ما غاديش تخلى عليه، وغادي تتعلم القوة وتستمدها منه. صورة تلا جرس نات بصرها وهي كتسمسم، اي كنت هالسوار ديال الشقة بدات كتجري حلات الباب، ولكن صدمتها ترسمات على وجهها ملي خلا شافت مرام. كانت مرام كتبتسم، عارفة اني زوينة ولكن ماشي لهاد الدرجة. نقلو عينوها مباشرة للباب، كتشوف برا بحال كتسنى شي واحد. بعدات شنو اللي وقع؟ صدات مرام الباب وعن قاسة، غادي تعيشي معايا، اتصل بيا اسد، موافقة انك تعيشي معايا. ما
بعد سانوها بسرعة وكتشوف فيها بحال بحال شي حاجة وقع عليها، بحال تلبسها شي عفريت. شنو هو؟ لا ما يمكنش، فين هو أسد؟ كيفاش وقع هاد الشي؟ تبدل الملامح ديال المهرام وجاوبتها بجدية. اتصل بابا وحسام بيا أنا باش نرجع لهنا وناخد الحوايج ديالك باش تعيشي معانا، قال أنه غادي يرجع للبلاد. فجأة نفاس لاصة للعالم، ألم مهلك في قلبها. كتشوف مرام ما قدرت تنطق حتى كلمة، كترمش بدون وعي وكترجف. أنا اش خلاني؟ أنا كنبغي، ما يمكنش لا أسد، لا أسد ما يديرهاش، ما يديرهاش، غادي يتصل بيا دابا، لا ما يبعدش عليا مرة أخرى، لا ما يمكنش يبعد عليا من بعد وليت كنبغي. كتشوف مرام في نهى ما مستوعباش ولا كلمة مما كتقول. نهى مالك؟ اش هادشي كله؟ هو راه خوك وغادي يرجع. ما حساتش نهى بنفسها، مدات يدها بقوه وهي تضرب مرام، طرشتها لوجهها. ماشي خويا، ماشي خويا، هذاك حبيبي، حبيبي وكان عشقه. طاحت الارض وغيبات من جديد وهي كتغوت. خلاني تخلاني، ما قادرش نعيش بلا حبيب، هذاك راه با وخويا وحبيبي. لا لا لا، ركعت مرام على ركبها كتعنقها. فيقي نهى، فيق اسد راه ركب الطياره ديالو بعد، ما غاديش تقدري تلحقيه. نهى فيقي، نهى خصك تكملي قرايتك، خصك تكملي قرايتك ومن بعد غتبقاي تمشي عندو في العطل، كنضرش انه تخلى عليك. نهى بدات كتمسح على دموها وكتجري بسرعه للتليفون وكتطلب الرقم ديالو، ولكن الخط مغلق. كتعاودها مره وزوج ثلاثه ولكن الخط مغلق ليل كامل، وهي كتتصل وكتتصل وكتعاود تتصل ولكن ما كيجاوبهاش. ما نعساتش، بقاش كتبكي دموها جفو. في الصباح من داك الوجه ديالها المتعب اللي سهر طول الليل، اتصلت بخالتها اللي صدماتها بلي اسد ما كاينش معاهم، وطلب انه يستقر في الدار ديالو الثانيه حيت سائق خدا حوايجو لتما. قطعات عليها، كتعاود الاتصال ولكن الخط مغلق. ما فكرتش ولا ثانيه انها تلوح هذاك التليفون وتهرسو من جديد، وهي كتغوت بحال الحمقى. كانت اخر صرخه، اخر دمعه درفاتها على اسد، باش تكتشف بعدها النيه ديالو بلي بغى يخرج من حياتها باش تحرر كيف ما بغى، على حسب ما طلبات هي. ما غاديش تدوز لحظه تضيع وقتها، ركزات في دراسه وبعدت على كل ديك الافكار باش تستكشف فعلا حياه جديده. داز 3 سنين، كتعانق مرام، كنتوحشك وليتي اكثر من اختي، غادي نرجع وغادي نشوفك. عنقاتها حتى هي، خصني نمشي يا مرام، غادي نرجع في العطل، توحشت خالتي والبلاد، 3 سنين ما مشيت، خصني نرجع يا مرام. كملت قرايتي، يلا خليني يلا لحق الطائره ديالي، كنبغيك مرام بزاف. توحشات الوطن، كتامل البنايات ديال الزمن، زاجت الطياره وكتستنشق الرائحه ديال البلاد. تغيرات بزاف، تغير شكلها، تغير فكرها، تغيرات شخصيتها، كلشي فيها تغير. طالما قالت لها مرام انها كتزاد جمال نهار على نهار، شعرها طوال ولا واصلت لنهايه الخصر ديالها، رجعت صبغاتو بلون بني فاتح، زاد من جمالها درجات عدة، ولات متفجرة الأنوثة أكثر من قبل. مشيتها، كلامها، طريق سفل، كل شي تغيرات. استقلت ولكن ماشي باش تفسح المجال تجارب مخزية، لا، قوة نفسها باش تدافع على نفسها وتكون امرأة محترمة. ما عطاتش المجال أي رجل كيف ما كان أنه يتقرب منها ولو شفهيا. اختارت خطة ثابتة للمستقبل، رسمت طريقة بيديها، وهي دابا في السيارة متوجهة لدار خالتها. هاد السنين كانت عايشتها، كانت بالنسبه ليها القرايه هي ملفها الوحيد، وديما كانت متخوفه من الرجوع للمغرب. كتحاول تعرف اخبار اسد وريمي خالصه، كتقلب الموضوع. خدات نهى الدبلوم ديالها بنتياس بعد اصرار كبير منها وعتاب من الناس اللي كانت قاسه عندهم مراته وبنتو حين تخليهم. قررت ترجع، هدفها واحد، ترجع الحب اسد. اسد اللي كبر الشركه ديالو على الصعيد العالمي، قوه اقتصاديه ولا بوحدو، امبراطور طبع اسمه بحروف من ذهب في السوق التجارية والاقتصادية. كان مثال حي كيحتذى به، جميع رجال الأعمال كيفتخروا به وكيحترموه. الصحة فيها أعداء ولين الحلفاء أكثر وأكثر. أسد ولا أقصى وأهنف وأشرس من قبل. أسد هدفه توسيع أعماله لا غير، غامض بالنسبة لمعظم الناس. علاقته بالجنس الآخر منحصرة في علاقات عابرة. مؤخرا حيات علاقته بليلى، كانت ممرضة ديال خالة ديال خديجة سابقا، ولاو على علاقة دامت لسنة، تقطع بطبيعة الحال ودائما ليلى فارضة راس عليه. هو الآن في فيلتو الخاصة، ما كيدخل حتى حد من غير الأم ديالو اللي كتحاول ديما تجيب موضوع أنها وليمت. أسد كيوقفها بشوفة منه باش تحبس الموضوع، وكيبدلو في الحين.
اليوم وصلت لبلادها بعد رحلة هبطت المطار، توحشتها بزاف، عندها فيها ذكريات كثيرة. خدت تاكسي بعد ما مجمع الشفر الباليزات، طرقت لعنوان فيلا الدار اللي شهدتها لجميع لحظاتها مع أسد. غوات وضحك وحب وبكاء، أي ركن في ديك الدار عندها فيها ذكريات مع أسد. ما كتخيلهاش دابا بلا بيه، أكيد ولات خاوية وما فيها روح. وعلاش لا، هو الروح ديالها وديال خالتها وديال الدار اللي جمعهم، ورجل البيت معنا الكلمة. بقات الباب حلات، السيدة اللي مكلفة بالدار كتبكي وتعنق. دخلت الباليزة حتى وقفت على خديجة، بكات وعنقاتها كتبكي وتسمعن في وجهها كلمة وحدة كتردها: اسمحي لي يا بنتي، اسمحي لي. طلعت البيت اللي توحشاته، مازال هو خرجت منه مشات لغرفة أسد. دخلت ضربة سريحته، مفيهاش الحوايج أكيد هزهم، كان شميز وحدة هزاتها بس صوت معاف عينها. خديجة دارت حفلة بمناسبة رجوعها، أكيد عرضت على أسد وقالت بلا ما خبراتوش بلا رجعات. لبست أحسن ما عندها، فستان أسود راقي، رسمت تفاصيل جسمها، دارت شعرها بوكلي خفيف، مكياج خفيف. الناس جاو الحفلة وبدات كتعمر. هبطت من الدروج كتسلم على الناس حتى طاحوا عينها عليه. كانت شوية وغتلقى كاس العصير من يديها. أسد 3 سنين، 3 سنين ما دارت والو غير خلاته يزيد في وسامته، واقف كيهضر بالعبار والناس فرحانين حيت واقفين معاه بكوستيم كحل، كتاف العراض، الوقفة الراقية كدل على الثقة بالنفس. تحركاته معبورة ومثيرة، ورجولته اللي كتميزو على غيره، عينيه اللي فيهم الحزم والقوة. أسد كسلت الرجولة، كان في يديها وضيعاته، كان كيبغيها، أكيد مازال كيبغيها. خطات خطوة لقدام، مشينا عندو نفاجئو، حسب عليا وجه مغربش عليا. جات عندو شبكات يدها بيدو، كانت ممر الممرضة. قربت لي وباسته في خده وهو كيشوف قدامه، ما جاوبش معها. شفتو رجليا فشلو، ما يمكنش زوجو، يدي ما فيهم حتى خاتم. عرقوا لي يدي كنشوف فيه، هو ما شافنيش، كانوا ملامحو جامده، ما كيبين والو، كيكتفي كيدير ايماء بوجهو، الناس محافظينه من كل جهه، والممرضه لاصقه فيه. أسد لي كان كيعلن على حبو لي بأروع الكلمات، اللي كان كيحسسني بأني الوحيدة في الدنيا ديالو، في حياته وفي قلبه اللي ترجاني نبغيه، دابا واقف مع مرا من غيري. خالتي واقفة حدايا كتشوف فيا، أنا مفيكسي عيني عليه، مقدرش نحيدهم. كان في بالي نمشي عندو نعنقو ونقول ليه شحال توحشتك، توحشت كل حاجة فيك، كنت مشتاقة لريحتو اللي كتغيبني على العالم، كنت غنحمق باش نحس بالدفا ديال صدرو. كلشي مشى من بالي ملي شفت وحده اخرى شاده في يدو، ما عرفت ما ندير. رجليا وقفوا بلاصتو، من كنحس براسي ما قادرهاش نوقف. خالتي بغات تهضر معايا، ما عطيتهاش فرصه، مشيت كنجري بزز لبرا هاد البلاصه هاد الحفله، حيت كانت في الجرده. مشيت لواحد البلاصه بعيده على الناس، طحت على ركبي، كنبكي ودموعي ما بغاوش يحبسوا، وجي كنحس بيا سخن. خرجت مني شاقه بدون ما نحس، كنضرب على قلبي، لي الضربات ديالو تزادو، كيقتلوني كيخنقوني، ما قدرش نحس بالنفس ديالي. انا مخلصه ليه في بلاد برانيه، محافظه على حبي ليه، ما عمري خليت ولد المرا قاصني بيدو، هو في اقرب فرصه خطب، ما قدرش نتيق. واش هذا هو الحب اللي كان كيهضر عليه؟ بقيت شحال على ديك الوضعيه حتى سمعت الضحك ديال شي بنت. هزيت راسي، بنت ليا هي هذيك خيتي كتلصق على اسد، وواقف كيكمي وكيشوف الشجر. واش حتى هما بعدو على النات باش ينفردو بعضياتهم؟ وقفت بدون شعور ويديا كيرجفو، كنتفكر شاده ليه في يدو، واقف معاها دابا. دابا واش بصح تخدمو؟ الا كانت غير نزوه انا ما عندي مشكل، ولاني ما يمكنش تكون نزوه ودات 3 سنين وهي معاها، ما يمكنش، ما يمكنش تكون وحده كما الاخرينات اللي دازو في حياته. انا غنصدع، صوتي ما قدرش يخرج، طاقتي خدلاتني وكلماتي خدلوني. حبي ريبت 3 سنين في قلبي حتى كبر، ولا كيخنقني، ودابا هو مبدني بواحد اخرى، وانا كنت كنتعذب كل نهار وانا بعيد عليه. بغيت نمشي حتى عيطات لي خالتي، كانت كتقلب عليا. نوها كتقلب حدا الشجر الصغير اللي في الجرده، اسد سمع اسمها ويتلفت لمصدر الصوت. غي شافته ليلى، تلفت ويا تلفت معاه، قربات حدا نوها. يلا بنتي، يلا الحفله على قبلك، جيتي كديري هنا؟ واخا خالتي، يلا غنتحرك معاه. حتى شداتني شي تقاصحه من يدي، دوراتني، كانت يدو مزيرة عليا، درت كامل لي عندو، عيني خارجين، عرق وجو باردين، جميع انواع الصدمة مجموعين في ساعة بيا، الوجو كيشوف فيا وكيتمعن في وجهي. طلعني من تحت الفوق،
كان كيحرك عيني على شكل كل انش في جسمي، كل تفصيل صغير فيا خداو عيني وقتهم يكتشفوا اش غيرات فيا السنين. بقى مكوين في بلاصتو كيتمعن فيا. جات ليلة وراه وقفت حدا خالتي كيتفرجوا في اللقاء ديالي معاه، صدرو كيطلع وينزل، يدو زاد التوركات على المحصب ديالي اللي كنت كنشوف فيه بنظرة عتاب، وكذلك الشوق اللي فيا ما خبيتوش. بزاف خرج الحروف من فمو. نوها حضرت راسي للأرض وعاود هزيتو في بهين بريئة، ودورت عيني على ليلى اللي كانت كتفرج فينا وهي تجي بخطوة سريعة شابكة يدها مع أسد، ولتقات حداه مازال ما استوعب أشواقه كيشوف فيه وعيني فيهم بزاف الكلمات. ليلى وكتزيد تزير على يد أسد اللي مرفوع. نوها جيتي؟ مرحبا. خليتهم واقفين ومشيت كنجري من حداهم. دخلت الحفلة وسلمت دغيا على الناس. بل يا أسد كيقلب عليا وسابها ليلى وهو كيقلب بحال الحمق. طلعت الفوق لبيتي وسديت عليا وضمعي في عينيا. علاش قلبي علاش؟ علاش كون غير بقيت دافني أحاسيسي من جهته؟ علاش حييتهم؟ علاش أسد؟ علاش باش تعذبني؟ وسمعت الدقان، ما بغيتش نخلو تزهر الدقان. أسد من ورا الباب، حلي رتب شوية وأنا مازالة بحوايجي، وتخربق ليا داك المكياج في عينيا بالدموع. حليت باب غير نص فيه بحال لا كنوصل ليه في كلام، ما باغاش يدخل ويدفع ودخلو. دفعني وسد الباب من وراه وعيني مفيكسين هنيا وهضر برودة. جيتي؟ حاولت نكون قوية. جيت. فكيت الله يهبط فيا. مزيانة لالا، شحال واحد حط يدو على هاد لاطاي. قفات ليا الهضرة فمي، تصدمت وانا حضرتو. ما كاينش كيحساب لي غيطيح مني هكا. ما قدرتش نتصور اسد يهيني في شرفي، اسد اللي مربيني على يدي يهيني في شرفي. هضرت غير بزز. شنو دار يديه في جيبو وهو كيطلع فيا ونظراتو ليا كلهم استحقار. هي كتشي اللي كنتي باغا تعيشي حريتك، ضروري غتكوني عشتيها. بديت كنغوت، خرج عليا. ويضرب جدي ولا مبالاه، الا نسيتي هادي راه داري. صدمت فيه كنشوف فيه بمسيقاش اش كيقول. واخا انا اللي غادي نخرج، يلا بغيت نحل الباب ويسدو. قربني ليه هكا وانفاسه كضرب في وجهي، قلبو كنحس بيه كيضرب ثلاثه المرات في مره. حضر صبعو حيد شعر على وجهي، كيدوز يدو على الكحل اللي خسر ليا في عينيا بالبكا. حتى تزيرت على الباب، يدي تشل وما عرفت ما ندير. هادي اللحظه اللي كنت كنتسناها يكون حدايا ونحس بيه قريب ليا ونحس بحبو ليا، ولاني ما كنتش متمنياها هكا. كان كيتنفس غير بزز. علاش رجعتي؟ كنهضر غير بشويه. خنقتيني يا اسد، كان كيشوف فيا. علاش رجعتي؟ بقيت هضرت كسافيت كنشوف في عينيه اللي توحشتهم. كنسائل بيني وبين راسي، واش ضيعتو؟ واش نساني درجتي هيني في شرفي؟ وانا مازال كنفكر، حسيت بيدي دارو كان كيهنقني، وانا ندفع عليا بكل جهدي. ومع كلمه الخير رجع خطوه للور، وانا كنشوف فيه وانا كنبكي. هذا ظنك فيها؟ باغي حتى انت تقرب لهاد اللاطه ياك؟ هادشي اللي ظنيتي فيها؟ ابتسم ابتسامه احتقار، بقى كيحتقر فيا بدوك النظرات ديالو. بقى فيا الحال بزاف. حليت الباب وخرجت كنجري ونبكي. قلت للشيفور يديني الفيلا د الجبل بلا ما نخبر خالتي ولا غيرها. من بعد غنمشي من هنا اكيد، بقات عندي حتى بلاصه في هاد الدار ولا في غيره. اكيد غيبقى ينقص مني، ما كنحملش نسمع منه هاد الهضره. انسان اللي عزيز على قلبي. مشيت لفيلا د الجبل وسيت الشيفور يجيب لي حوايجي وما يخبر حد. داكشي اللي كان دوزت يومين تما، كنهز كنفيق كنسهر في الطبيعه الخلابه اللي كتخليني نرتاح. فقت على الاشعه اللي داخله من النافذه، خليت عينيا كتستقبل نهار جديد ما عنده معنى، حتى نرتب افكاري ونشوف اشنو هي الخطوه اللي نخطبها من هنا لقدام. يلا غنتحرك بلاصتي في ناموسي شمي تحت الكارو. حسيت راسي كيبان ليا جالس في الكرسي، كيكمل في داك الكارو ديالو كيشوف فيا، وانا مازال ما استوعبت اش كنشوف. كيفاش جيتي لهنا؟ صباح الخير. كيشوف فيا ومركز مع عينيا. جلس بلاصتي اللي كنت ناعسه فيها وهزيت داك ليزر خديت لحمي. شنو بغيتي عندي تاني؟ طفى داك السيجاره وجا قرب حدايا واقف كيشوف فيا، كيشوف في ديالي شاده بهم ليزر. بغيتك. صدمت من كلمته وتعصبت. اشنو؟ ويقجني من حلقي وكيهضر تحت سنان ومقرب لوجهي، وجهه لوجهي ومركز فيه في وجهي. حرماني منك سنين وفي الاخير عشتي حياتك وانا كنتعذب. هزيت يدي يلا بغيت نصرف قوه شاده ليا. كيتنفس بالجهد، كيبان ليا عيني عماهت ومن الرغبه خلعني كيتنهد. وكنحسدك
كي داك الزفير ديالو على وجهي كيضرب شويه شي نهار غتخد ليني غادي نموت على يديك. كيمشي ويجي كيضرب اي حاجه قدامه. 3 سنين 3 سنين قنعت راسي غنساك. 3 سنين دوزت كل مرار. قلبي كيتقطع من فكره تنشد الطيار وحده لعندك ونجربك من شعرك نجي لعندي. الوحيده اللي بينت لها ضعفي، اللي حليت لها قلبي، اللي حطيت اميره واللي طيحت من رجولتي قدامها. الوحيده اللي كنين بسميتها في الليل. الوحيده اللي حبست راسي على قبلها. الوحيده اللي خفت عليها من نفسي. تكتب بالنسبه ليا الكنز اللي خصني نحافظ عليه. كنت باغيك في الحلال، بس ولادي يشبهوك في كامله في ملامحك. كنت مستعد نهو باملاكي وكل شيء لمجرد انك تكوني معايا. بعد من دارنا وسكنت بعيد حيت كل جزء فيها كيفكرني بيك. كل نهار بنت الشكل ولا وحده تقدر توصل لتراب رجليك. كل نهار كلمات الغزل بانواعها كنسمعها في بيتي. ما كتحركنيش، اش غندير باش نساك؟ وعد صغير قطعته على الام ديالي خلاني تخسر حياتي كامله. لعبه صغيره لعباتها بيا خلاتني نخسرك. تعشتي حياتك، خليتيني قلبي موقف 3 سنين كيرجع ذكرياته معاك. كنغوت على الناس مجرد كنتفكر سميتك. ما عمري نسيتك. كل حاجه فيا محفور فيها سميتك انتي بوحدك. المره اللي كتخليني نركع قدامها كنترجى منه حب. واش انا داير شي دن في حياتي نتعذب هكا؟ كيهضر وكيخرج لي في قلبه وكيهرس وكيعاود حتى قال كل شيء. مشيت كنقرب حداه حطيت يدي على كتفه وانا خايفه. اسد درت بكل الحنان موجود في قلبي. جهته تلفت ليا وعيني حمرين ومعصب. حصل دابا شدني من كتافي كيورك عليها. خليت يوم قاسوك تعريتي لشي واحد حدو كيهضر وكيورك بجد على كتافي وانا كنبكي. مستحيل ما عمري نديرها. بدا كيخنزر فيا. واش داك اللبس اللي كنتي لابسه؟ علاش تخلي الناس يشوفوك هكاك؟ علاش كنشوف فيا؟ ولكن حضرت راسي درت هكاك باش نغريك انت. في امريكا كنت كنلبس اللباس اللي كيعجبك انت. في امريكا كنت كنتخيلك حدايا وغتضربني وما كنهضر مع حد حتى دري. كنت كنبعد من الناس وما نقربش منهم. كنت كل نهار كنتفكر هضرتك وكنلبس لباس محترم باش نبعد عليا العينين. كنت دايره بحسابك في غيبتك. الخف يدي عليا شويه وطلع وجهي بيدو كيشوف في عينيا بحال كيطلبني يكون هادشي بصح. ما قرب لك حتى واحد. انتي مازال بنت؟ بعت عليه شويه. اكيد بنت. واش كتشك في اخلاقي؟ جرني جر وحده الحضن وعنقني وزير عليا وانا صوتي مخنوق حيت خانقني في صدره. وليلى كيهضر وجهه فوق راسي. دابا غنشرح لك، خليني نطفي شويه من ديك العافيه اللي فيا. داز الوقت، خرجنا من الفيلا لبس حوايج على ذوق اسد. مشيت معاه في الطوموبيل وجهتنا الفيلا باش نفتحو خالتي في الموضوع. طول الطريق وامشى بك يدي مع يدو. مره كيبوسها وكيعنقني ليه وكيسوق بيد وحده. وجميع عبارات الحب سمعتهم منه. وصلنا الفيلا لقينا خالتي كدور بحر من الجمر. غير شافتني تلاحت عليا وهي تبعد عليا ورجعت شافت في اسد اللي ابتسم بشويه وحده لراسو. بنتي غتفرحوني ياك؟ انا هزيت هاد 3 سنين دان بكم ودان بولدي حياته كامله. كنطلب منكم السماحه. انا وانا ما فاهمه والو. علاش خالتي؟ خبراتني خالتي بالوعد اللي خلات اسد يقطعوا ليها حيت كانت خايفه عليا منه. حيت انا امانه في رقبتها واسد كان كيسكر وكيشرب وخافت يتكرفس عليا. من ديك النهار فتحها بحبه ليا وكانت سخفات شافت حالته كتراجعت وعصبيته كترات. جا عندها وثبت ليها داك الحب ديالو عليا ووعدها ما يتزوجني حتى نبغيه. خبراتني بلي خطبته من ليلى غير خطه باش نغير انا وليلى. فعلا كانت طامعه في اسد بحيت ولات كتصرف على اساس خطيبته بصح. وفاش رجع من امريكا تدهورات حالته وخالتي حسات بالذنب. وليلى بقات تابعه هو كيصدح حتى ولا معاها. ولاني كان مأكد لها بلي ما غيكون والو بيناتهم وهي تابعه فين ما مشى. بقيت حال مصدومه وانا كنسمع. دورت عيني الاسد نتاكد من الهضره هو اكد عليا بعيني. خالتي فرحات حين تجمعنا. ما كنتش متيقه لا غنجمع انا واسد. اسد مره كيقزني في وجهي كيتاكد واش بصح انا حدا. دوزت احسن ايام حياتي وقررنا نديرو عرس اسطوري من بعد اصرار خالتي تكفر على ذنبها. مشيت انا واسد نختارو فستان زفافنا. دخلنا عند احسن مصمم في البلاد. بعد ما وصينا واسد ما خلاش يقيسني باش يعبر ايضا على المراه هي اللي تاخذ ديال العبارات. خرجنا مع هاد المصمم عارض علي اسد نمشيو لواحد الكافيه بعيد على الناس. مشينا جلسنا في بلاصه تقريبا خاويه في احسن موقع في الكافيه وجلسنا شويه كنهضروا. طلبت من اسد نمشي الحمام. وافق بعد عده تعليمات. حضري راسك ما تمشيش هكا، ما تمشيش المشيه ديالك ديال ديما، هبطي هادي قعدي هادي. ولفت غيرتو ولفت اي حاجه فيه. كل شيء فيه كيزيد كيعلقني به اكثر واكثر. خارجه من الحمام
انا عينيا في الارض كيف ديما كيف قال سيسون في بلاصتنا نيشان بانت ليا ليلى هي وياه قريبه لي ومع نلقاها بواحد الشكل اللي ما تقبلتوش وواقف ما دار حتى ردات فعل كنشوف فيه هكا وجهها قريب لوجهه فوضعها كيبان بلي حميمي عيني خرجوا من بلاصه ما عقلي توقف على تفكير ما تلقاش اش كنشوف احسن قلب لها هكا مخليها كتقيس فيه تصدمت وبقيت عارفه باش بليت دورو جو ناحيتي ويشوفني ويغوت هكا ويدفع ليلى نهى خرجت كنجري من الكافي وكنبكي كنسحب موهي دار يدي وكنبكي وكنشهق قلبي ضارني بحال تخشى فيه شي خنجر بغيت نقطع الشانطي وانا كنبكي وعينيا ما كنشوفش فيهم مزيان حسيت بشي حاجه ضرباتني حسيت بالطقه في رجلي تهزيت وطحت على الزاج وتضربت راسي كنحس بالهواء بارد كيدخل لودني وراسي بحال تفرق خرج ليا الدم من فمي عيني لمحو رجلي حتى من رجلي كنحرفهم كانوا خطوات كبار بالجرة كيجري حتى طاح على ركبي حدايا حسيت بيدي هز راسي وكيرجف حط راسي بين يدي كيغوت معرفتش واش بكا ولا اني سمع صغوات ومخلط بالبكا بحال دري صغير حسيت عينيا فيه كان فمو كيتحرك بسرعة كبيرة وجهو عرق يدي عمرو دم كيشوف فيا ها ما كدبتش كيبكي دموع عيني في أسد ابتسمت بشوية وفمي فيه الدم هزيت يدي وانا مقادراش مبقيتش كنسمع كنحس بالدم كيخرج من راسي ولكن جسمي محساش بيه دارت بيا الدنيا مبقاش كيبان ليا اسد رجع ليا السمع في لحظة سمعت سميتي بصوت باكي بحات صوت اسد مخلطة بالبكا متأكدة هو في حالة هستيرية غمضت عيني واستسلمت للظلام راسي ثقيل ما كان حش بجسمي الم فاضي في عنقي الريق ناشف ريحة المشفى اصوات ادوات المشفى صوت ضربات قلبي على الجهاز كان حلف عيني وما مستعداش كنغمضهم بغيت نحلهم ما قادراش وركت على عيني حليتها الضو ضرني في عيني عاود غمضتها وحليتها حركة صباحي كانت حسس فيها اكيد في مشفى حليت عيني بعد معاناة واعياء كبير بان ليا طبيب كيشوف فيا وفوجو فرحة وبسمة هضر معايا جاوبتو على اسئلتو خلاني نخرج تبعتو حتى خرج من الباب تأكد دابا فعلا في غرفة في المشفى شي ضرباتني ريحتو تبعت عيني المصدر الريحة قبل نيفي كان هو بحالته مخربقة فاسمات في يدي عيني حمرين دمعة واقفة في عينو كيقرب مني وانا كنشوف فيه بحالة مصدومة ريحتو ديما كتعجبني نساتني في ريحة المشفى جايب خطة ثقيلة يديه كيدوزهم على شعرو كيشوف فيا نزلات دمعة من عينو مسحة دغيا ما باغينش تشوفها قرب حدايا وجلس دوز يدو على وجهي وغمض عينيه كتنفس بصعوبة أسد صوتو باح من البكا يمكن كنت غنموت بغيت نهضر ولكن صوتي ما خرج واحد صبعو على فمي شو خليك ارتاحي رمش غيب عينيا حط يدو على وجهه ودوزها سعودي هاش غتقتليني شي نهار خرج ليا صوت خفيف شنو وقع شاف فيو عيني قرب يبكيو كنتي غتقتليني هادشي اللي وقع جا عندو الطبيب باش يخليني نرتاح خرج بس ليا راسي واسترجعت الاحداث اللي وقعت لقيتو حاط حدايا ورقه كاتب فيها ما بيني وبين ليلى والو هي اللي قربات لي ومستعد يجيبها وتعترف ليا والورقه قطر فيها شويه المعاك القطرات بين الدموع ديالو خرجت من المشفى وداني الفيلا بدون ما يهضر كيشوف فيا وكيحن راسو خالتي معاوناني عرفت بلي بقيت في المشفى سيمانه بالحياه والموت كان خاصني الدم واسد اللي تبرع ليا قالت لي كان مستعد ياخذ اخر قطره منه وخا يموت بيعتقني عرفتو كان كيتعذب وما كاينهس ما كياكل خالتي كتهضر ودموعها في عيني هندمت ندمت حيت شكنت فيه ولكن داك اللحظه اللي شفتو فيها ما حسيتش براسي دازو ايام وليت فيهم لاباس وراسي تحسن واسد كيشوفني وكيمشي كان مستعد باش مستعد شي واجهني يحسب له مازال حاقد عليه اليوم كنحس براسي مزيان رت بلاصتي كان ظلام لبست كسوة مثيرة درت باغفا كيعجب أسد مشيت للبيت ودقيت وحل ليا بقى كيشوف فيا مبستوعبش شكون واقف قبابو كنت كنساسم ما عاد دخلنيش وجهو ما كيتفسرش مصدوم ضرب صوت شبه مسموع دخلي دخلت وسديت الباب بغا يهضر أسد حطيت صبعي على فمو وسكتو سمح ليا تا كيشوف فيا ما متيقش ياك ما كضرك شي حاجة لا كان بغيك أسد
كيف ما خططها خالتي، عرس ولا في الأحلام، كيس عروس بصوابي الأبيض وعريسي وحبيبي وعمري والعمر ديالي كله كان أحسن رجل في الكون بالبدلة ديالو السوداء. أنا أقصو لا العرس ولا أحسن، كنت فرحانة قد الدنيا كيف ما كيقولوا المصريين أدي الدنيا بحبيبي اللي كيبغيني المغيار ديالي. سال الحفل دازني راجلي حبيبي بين يديه كيف الريشة وطلعنا لبيتنا إن شاء الله طول العمر مع بعض، ما عمري نخسر من بين يديه. وعدني بحبه وبقلبه وبوقته وسط انشغالاته، ووعدته بحبي وبإخلاصي وبالحياة السعيدة والطاعة لي حيت أحبيبي المغيار والكل عيني عليهم. علاش لو هو الإمبراطور كيف ما كيقولوا وليني إمبراطور ليا بوحدي، أحضاني كيكون طفل صغير وفي حبي ما كنبخلش عليه بيه. عندنا زوج أطفال منورين لحياتنا، ثمرات ديال حبنا كي غير منهم المغيار كيبغيني نكون ليه بوحدو. ولادنا شبه الأب ديالهم في كل شيء حتى في تحكمهم، أنا مهم وكيتحكموا فيا. حياة ولا النعيم مع حبيبي، حنا الآن في باريس كنجددوا شهر العسل، خلينا ولادنا لخالتي الله يخليها لينا. حبيبي كان بغيه واخا نبغيه ما نوصل حتى النقطة في حرف حبه ليا، واخا نبغي حسن هي ما نوصل ولا النقطة في حرف حبه وعشقه ليا وهواسه بيا. الغزالات ديالي هذه نهاية القصة، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بها. كنعتذر داك الازعاج والتشويش اللي كان في الصوت، لاني البلاصة اللي كاينة فيها اللي سجلت فيها كان فيها شوية صداع وما لقيت كاين ديال اللي كنعتذر منكم. كنتمنى ان القصة وحلاوة القصة تشفع لداك التشويش اللي كان في الصوت. الى عجبتكم القصة ما تنساوش ليا اللايك، راه ولينا عائلة دابا راكم كتعرفوني وكتفهموني وعارفين بلي الا سمعتوا القصة ولا عجبتكم اكيد خصكم ديروا لايك حشومة تسمعي القصة حبيبة ديالي، وتمشي بلا ما تخلي ديك البصمه ديالك، وحشومة حبيبه ديالي تمشي بلا ما تخلي التعليق ديالك اللي كيثبت الوجود ديالك والاستماع ديالك للقصه، وحشومة حبيبه ديالي تمشي بلا ما تبارطاجي اذا كان ممكن. كنشكركم بزاف، كنرسل لكم قبله كبيره لكم وحضن كبير لكم على الوفاء ديالكم والدعم ديالكم. سلامه، نتلاقاو مع قصه اخرى من قريب ان شاء الله.
Thank you.